يودي مرض السل بحياة 1,500,000 شخص سنوياً، ويحتل السل المرتبة الأولى على قائمة الأمراض الأكثر فتكاً في العالم، يليه الإيدز والملاريا. وتشهد 8 بلدان موزعة بين آسيا وإفريقيا 66% من الحالات. والسل تسببه البكتيريا المتفطرة السلية التي تصيب الرئتين في أغلب الحالات. يتسبب السل بالسعال والحمى والتعرق ليلاً وخسارة الوزن، وهي أعراض قد تبقى طفيفة لأشهر عديدة. وقد لا يشعر المصاب بضرورة زيارة طبيب، ما يزيد من إمكانية نقل العدوى إلى آخرين. إلى ذلك تنتقل بكتيريا السل في الهواء عن طريق السعال أو العطس أو البصق. تجدر الإشارة إلى أن نحو ربع سكان العالم مصابون بالسل الكامن، غير أن 5 إلى 10% من بين هؤلاء يصابون بالسل النشيط، وعادة ما يكونون من ذوي المناعة المنقوصة. ويشخص السل بشكل رئيسي بالاعتماد على وسيلة تقليدية تستخدم المجهر للتحقق من وجود بكتيريا المرض في عينات من البلغم. ويشتمل علاج السل على تناول 4 أنواع من المضادات الحيوية لمدة 6 أشهر. وبالرغم من ذلك، تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق إزاء تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من شكل من أشكال السل المقاوم لجميع الأدوية تقريباً.